طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وامبارح تم الاحتفال بفوز 3 باحثات مصريات بمنحة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم العام 2023. هذا البرنامج بيتم تنظيمه بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب اليونسكو في القاهرة. برنامج لوريال يونسكو، المرأة في طريق العلم. البرنامج ده واللي بتدعمه منظمة اليونسكو العالمية، واللي بقالها أكتر من 25 سنة بتكرم السيدات اللاتي يعملن في المجال العلمي في شتى مجالات العلم المختلفة. النهاردة للسنة الستة في مصر معانا تكريم للسيدات المصريات، واللي فاز منهم 3 في العام الماضي، واللي بيكرمنا في حفل اليوم. برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم بيقدم دعم مادي أول حاجة، وطبعاً أي بحث علمي محتاج الدعم المادي عشان تقدر تحقق البحث بتاعك يعني. تاني حاجة بيقدم لك شبكة تواصل مع باحثين وباحثات داخل مصر وخارج مصر، وطبعاً البحث العلمي أهم حاجة فيه هو العمل الجماعي، فأنت عمرك ما توصل أو تحقق حلمك من غير العمل الجماعي، فإنك تقدر تتواصل مع باحثين وباحثات داخل وخارج مصر ممكن يبقى في جهاز أنت محتاجه يبقى متوفر في مكان تاني تقدر تتواصل معاهم ويساعدوك انك تحقق الاختبار دوت يعني. ببساطه هي عباره عن دمامه لمعالجه حروق الجلد من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه، وهي بتحاكي كفاءه قشر السمك البلطي، ان اثبت في اخر 10 سنين في اكثر من 200 بحث ان قشر السمك البلطي فيه بعض الفيتامينات والبروتينات المعينه يعني بتساعد على التئام الجروح وان الجلد يرجع لشكله الطبيعي في وقت قصير. شغلي مينلي على السرطان الثدي، وسرطان الثدي بشكل دقيق للسيدات اللي أقل من 40 سنة أو الفتيات، لأن الناس السيدات اللي بيبقى يجيلها سرطان الثدي في الفئة العمرية دي بيبقى شرس جداً، وبيعرفوا المرض بشكل متأخر، التشخيص بيحصل على طول بشكل في وقت متأخر. فأنا بحثي مينلي بيركز على إن إحنا نحاول بشكل دقيق جداً نشوف دلالات أورام بتبقى مخصصة لهذه الفئة العمرية، لأن هم فعلاً عندهم بيولوجية في الورم غير خالص السيدات الكبار اللي بيبقى عندهم سرطان الثدي هم أكتر من 40 سنة. فبالتالي نعرف نكتشف بشكل مبكر، وفي نفس الوقت يبقى إجراء غير جراحي، لأنه إجراحة في السن ده بيبقى عبء كبير قوي على الفتاة أو السيدة في السن ده. لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم هو تحدي كبير إن أنا فعلاً أفوز بهذا اللقب، والحمد لله إن أنا فزت بيه السنة دي بعد 5 سنين من حصولي على الدكتوراه، لأنه برنامج فريد من نوعه، وفي نفس الوقت بيدينا فرصة للنتوركينج أو يبقى فيه شبكة من العلماء المتفردين أو المتميزين في كل أنحاء العالم في مجالاتهم، إنه يبقى فيه سبل تعاون ما بينهم، فدي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. البحث بتاعي عن القسطرة الوردية، هو سطح القسطرة الوردية ده بيبقى عرضة ان هو يتكون عليه بكتيريا، والبكتيريا بتعمل حاجة او بتعمل غشاء حوالين نفسها ما يسمى بالبايوفيلم، وده بيخليها مقاومة للمضادات الحيوية المختلفة. 88% من المرضى اللي بيدخلوا المستشفيات وبيتركب لهم قسطرة وردية بيبقى عرضة ان هم يحصل لهم او يبقى عندهم عدوى بكتيرية نتيجة القسطرة دي، فبضطر ان احنا نغيره كل يوم او كل يومين ثلاثة، وده بيبقى طبعا عبء اقتصادي وعبء نفسي على المريض ان هو بيبقى تعبان من الموضوع ده. فانا بحاول ان انا اغطي سطح القسطره الوريديه ده بمضادات حيويه بس بشويه تعديلات فيها، بحيث ان هي تمسك على سطح القسطره، تقعد وقت اطول، تمنع البكتيريا ان هي تتكون على السطح، فبالتالي ان هي وتزود من فعاليه طبعا، فبالتالي ان انا لما اركب للمريض القسطره الوريديه يقدر يقعد بالقسطره دي فتره اطول، ما اضطرش ان اغير له كذا مره، ودي حاجه بتضايقه، وفي نفس الوقت تبقى ده يتخفف العبء الاقتصادي ان انا كل شويه هضطر ان انا اجيب قسطره ورديه كل شويه. البرنامج ده ونتيجه ان هو بقاله 6 سنين في النسخه المصريه خرج حوالي 15 باحثه مصريه، والسنه دي الحمد لله بتشرف انه انا من ضمن ال 18 في النسخه السادسه، والحقيقه ان هو بيعمل فعلا دعم كبير جدا للباحثات المصريات في مصر، سواء دعم مادي بيوفر لهم منح ان هو يقدروا يكملوا
يكملوا البحث بتاعهم، دعم فني بحيث ان هو بينمي المهارات الشخصيه الخاصه بالباحثات، ودعم علمي ان احنا بنتعرض وبنشوف مؤسسات وشبكات بحثيه مختلفه نقدر ان احنا نعمل تعاون ما بيننا وما بينهم سواء في مصر او بره مصر، فده بيزود من فرص ان احنا نحقق هدفنا في البحث العلمي.